بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ازدان الكون بسنا وانثالت الألسن من فيض هداه، وصل اللهم وسلم على من دانت له القلوب ونهلت من معينه العقول وعلى آله وأصحابه أجمعين. في عمان الخير وأرض السلام، موطن الإبداع والفكر الجديد، موطن النخوة إذا الداعي لزم الحواضر والبوادي والقم، ضيفها يلقى المواجب والكرم وين ما حلبة يلقى سعيد. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الأحباء المتابعين لنا ولبرنامج قهوة الصباح في حلته الجديدة وفي الدورة البرامجية الجديدة. يسعد ربي صباحكم بكل الخير وبكل السعادة، ويا رب العالمين من خلال هذه الدورة الجديدة نقدم لكم كل ما هو جديد، كل ما يقترب من ذائقتكم الطيبة وينال رضاكم واستحسانكم. نحن محضرين لكم إن شاء الله تعالى من خلال هذه الدورة مختلف المواضيع والمحطات المتنوعة والفقرات اللي عدها طبعا طاقم الإعداد لهذا البرنامج، لهم كل التحية ولهم كل التقدير، بالإضافة أيضا إلى مواضيع أخرى قادمة ومفاجآت أيضا إن شاء الله تعالى راح تتعرفوا عليها من خلال الأيام القادمة. طبعا راح أكون معاكم في التقديم سيف بن يوسف الفوري، وأيضا معاي زملائي الأعزاء الراعين دائما سعيد الخروصي وأيضا فايزة السلطية وعيسى الكعبي راح يكونوا معانا إن شاء الله تعالى، بالإضافة أيضا إلى زملاء آخرين راح يكونوا حاضرين خلال الأيام القادمة. سعيد، فايزة، عيسى، في البداية صباحكم خير ويسعد ربي صباحكم بكل السعادة. الله يسعدك. تعزم ولا لا؟ لا أبدأ منك عندك، يلا نبدا معك سعيد. شو اخبارك يا صديقي؟ صباح الخير، صباح عليك وصباح على زملائي الكرام، كذلك على كل المشاهدين اللي يتابعونا. طبعا راح فيكم ايضا في هذا الموسم الجديد، هذا المصطلح الرياضي، طبعا احنا نقول موسم صحيح. رياضي نقول موسم جديد من قهوه صباح باذن الله. ان شاء الله تعالى باذن الله. ما اعرف، طمنا عنك، بشرني كيف الاوضاع، كيف الامور معك، كل شيء تمام؟ الحمد لله، طبعا بدايه خير ان شاء الله. دائما كل صباح نتعود على البرامج الرياضيه تكون في فتره متاخره، ولكن أيوه. جميل ننوع، تكون الفقره الرياضيه في برنامج قهوة الصباح تكون في فترة مبكرة، وراح تكون إن شاء الله تعالى إضافة مميزة بوجودك إن شاء الله تعالى، ومختلف أيضا المواضيع الرياضية الحاضرة في الساحة سواء المحلية أو أيضا الخليجية وأيضا العربية والعالمية. سعيد، بشكل عام نبدأ معك، فقرتك إيش راح تتضمن بالضبط وإيش الجديد فيها إن شاء الله؟ نعرف كذا المشاهدين عنها. هي فقرة رياضية كل يوم الثلاثاء بإذن الله، يعني نحاول أن هذه الفقرة الرياضية ما تختص بالأخبار أو النتائج، لأن هذه مثل ما هو معروف حاليا تجدها بأسرع الطرق صحيح. في كل المواقع الإلكترونية وحتى وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن نحاول من خلال الفقر الرياضي في قهوة صباح أن نأخذ موضوع رياضي يهم المجتمع، سواء كان الصغار، الكبار، رجال، نساء، فيكون موضوع عام. اليوم موضوعنا عن التمارين الصباحية. جميل. في فترة الصباح. حلو. فجميل الواحد يكون كذا عامل رياضة فترة الصباح ومن بعدها يجي للدوام حتى نتعرف عليها. عملت قبل لا تقول لك عملت تمارين رياضيه؟ خلني اقوم من النوم انا. اول شيء بنتعرف على تفاصيل التمارين وراح نتعرف على كل ان شاء الله يمارسها بعدين ان شاء الله. لا الامور طيبه ان شاء الله. طبعا راح يكون معك ضيوف سعيد اليوم، ما لا في اللقاء الايام القادمه ان شاء الله، هي فقط اليوم كتعريفيه، لكن راح يكون معك ضيوف متخصصين في هذا الجانب. صحيح. اذا هذه مشاهدينا الاحبه فقره الرياضه بصحبه الزميل سعيد الخروصي، راح تكون معاكم حاضره كل يوم ثلاثاء، يتعرف ونتعرف من خلاله ايضا على مختلف المواضيع الرياضيه مثل ما ذكرت اللي تهمكم انتم بشكل عام. ننتقل الى زميلتنا الرائعه الاخرى فايزه السلطيه، وفقره ايضا خفيفه جميله جديده ايضا في برنامج قهوه الصباح هذه الدوره اللي هي فقره المدارس. صحيح فايزة؟ المدارس ايوه. صباح الخير. لكن قبل لا نتكلم عن فقرة المدارس نصبح عليك بالخير والسعادة. وانا بعد اصبح عليكم واصبح على مشاهدينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير في هذا اليوم الجميل والممتع بوجودكم وبوجود بداية هذه الدورة البرامجية. نعم. بخصوص
بخصوص فقرة المدارس، هي طبعا واضحة جدا من المسمى أنها تختص بالمدارس. جميل. طبعا مثل ما أنت عارف سيف أنه يوميا نحن نقوم بالكثير من الممارسات اليومية. صحيح. هذه الممارسات اليومية أكيد في هدف منها. كذلك طبعا في ممارسات مختلفة تصير داخل المدارس ولها أيضا أهداف معينة. إحنا راح ننقل طبعا بعض هذه الممارسات. نعم. بإذن الله تعالى. ممتاز. بطريقة طبعا مختلفة. جميل. ممتاز. والجميل أيضا في الموضوع أنه الحين على الشاشة لربما يعني الآباء الأمهات طبعا حاضرين أيضا يتابعونا من خلال الشاشة ويتعرفوا أيضا على المواضيع المتعلقة بالمدارس. صحيح. أكيد أكيد بإذن الله. وراح يكون معك أيضا ضيوف فايزة. راح يكون معنا ضيوف بإذن الله تعالى طبعا حسب الموضوع نفسه. جميل جدا. إذا نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. ومشاهدين أيضا دعوة مني لكم أنكم تتابعوا فقرة أيضا المدارس، راح تكون يوم مخصص يوم الأحد بإذن الله تعالى. يوم الأحد. كل أحد. إذا كل أحد إن شاء الله تعالى فقرة المدارس راح تكون حاضرة في قهوة الصباح مع الزميلة فايزة السلطية، وإلى الزميل الآخر الجميل أيضا عيسى الكعبي في أول تجربة في الاستوديو على الهواء مباشرة. أول قبل لا نتكلم نصبح عليك بالخير وما عرفت توصف لهذه المشاركة. صباح النور سيف، وصباح النور على كل المشاهدين لبرنامج قهوة الصباح، وهي تجربة أولى بل أنا أقول شرف أول أني أكون معاكم في هذا البرنامج في هذه الدورة الجديدة. بإذن الله راح نقدم. كنت معنا في كربط مباشر على الهواء. نعم نشارك. نعم. في ربط مباشر، واليوم إن شاء الله راح نكون معاكم في الاستوديو وراح نمتع المشاهد بإذن الله بالفقرات الجميلة من برنامج قهوة الصباح. فقرة الصحافة الواحد يعني جريدة يومية راح تكون حاضرة من خلال برنامج قهوة الصباح. كيف طريقة التقديم، مضمونها، ايش راح يكون المواضيع اللي حاضرة في هذه الفقرة يا عيسى؟ مثل ما قلت سيف، الجريدة دائما يومية وهي في تمس حياة المواطن. نعم. من خلال الاخبار الموجودة في هذه الجريدة. صحيح. بإذن الله تعالى راح نستعرض وناخذ المشاهد الكريم في جولة في الصحافة المحلية. راح نقتبس بعض الاخبار، راح نشوف بعض المواضيع، راح نسلط الضوء على بعض الأعمدة. حلو. حلو. التي جاد بها الكتاب بأقلامهم، يعني تعرف بعض الكتاب يكتب ويتفن فنان. أيضا راح يستمر هذا أيضا راح نواصل بإذن الله تعالى من خلال هذا الفقرة راح نستعرض وراح نستحدث أيضا بعض التغريدات من تويتر في قابل الأيام. راح أيضا نعرض بعض الصور من برنامج انستغرام، وراح يكون هناك كاريكاتيرات مختارة من الصحف. يعني وأيضا إذا دعا الأمر راح يكون هناك ربط مع بعض المختصين من الأخبار اللي راح إن شاء الله نستعرضها في الجرائد. هو إحنا عيسى نحن متعودين يعني الدورة الماضية كنا نقرأ الأخبار يعني على المشاهدين أو حتى تظهر بعض العناوين فقط المختارة من أبرز الصحف العمانية الموجودة، لكن الجميل أنه راح تكون معنا فقرة مخصصة لهذا الجانب للصحافة، وأنت ذكرت أنه في يعني تطرق وتستعرض أيضا بعض الأعمدة وغيرها. صحيح. هي فقرة مثل ما قلت مخصصة. أيضا راح نذكر عنوان الخبر، راح أيضا نذكر من الخبر بعض المعلومات بما يثري ذائقة المشاهد بإذن الله تعالى. راح تكون فقرة ممتعة وتسعد المشاهد إن شاء الله تعالى. أنا متأكد من هالشيء إن شاء الله تعالى، وبتميزكم وإبداعكم أيضا زملائي الأعزاء راح يستمتع إن شاء الله تعالى كل المشاهدين ومتابعي برنامج قهوة الصباح بهذا الجانب. إحنا تكلمنا عن الربط المباشر، وأيضا ربطنا المباشر راح يكون حاضر مشاهدين الأحبة من مختلف المواقع والمزارات سواء السياحية أو التعرف على الشواهد التاريخية والحضارية اللي تزخر بها السلطنة. راح يتنوعوا أيضا زملائنا الأعزاء ويتنقلوا أيضا من موقع إلى آخر من الآن، وفي الحلقة الأولى نوجه لهم كل الشكر وكل التقدير، والبداية ستكون مع الزميل أيضا منصور السعدي الموجود حاليا في بهجة الأنظار بمحافظة شمال الباطنة وتحديدا في ولاية صحار. نسعد بتواجدك معنا وحضورك معنا زميلنا منصور، ويسعد ربي صباحك بكل الخير. صباح الخير منصور. صباح الخير أخي سيف، صباح الخير لكل الزملاء هناك في الاستوديو، تحية صباحية ملؤها الجمال والمحبة لكل المتابعين لهذا البرنامج الصباحي، برنامج قهوة الصباح. بالفعل اليوم سوف نتحدث إن شاء الله عن الجماليات محافظة شمال الباطنة، نتحدث أيضا عن السياحة والموسم السياحي مع بدء اعتدال الجو هنا في ولايات محافظة شمال الباطنة.
شكرا لك يا منصور، وشكرا ايضا لحضورك اليوم معنا. ومعرف يعني راح تكلمنا ان شاء الله تعالى، راح تكون مراسلنا في ولايه صحار او في محافظه شمال الباطنه بشكل عام، نتعرف ايضا على جماليات والمزارات والمواقع السياحيه الموجوده بهذه المحافظه. فلك كل الشكر ولك كل التقدير، ومن الان ايضا بارك الله جهودكم وشكر الله سعيكم. شكرا لك يا منصور. شكرا، إذا شكرا للزميل منصور وأيضا زملائي الأعزاء سعيد، فايزة، عيسى، سعدنا اليوم بوجودكم معنا. وراح ننطلق الحين إن شاء الله تعالى، رحلة برنامج قهوة الصباح تبتدي من اليوم. ما أعرف كلمة أخيرة حاب تقولها يا سعيد للمتابعين بعد شوي إن شاء الله، وراح نمتعكم مثل ما ذكر عيسى في الفقرة الرياضية بإذن الله. بإذن الله تعالى. فايزة، أتمنى أنهم ينتظرون أيضا طبعا يوم الأحد بإذن الله، وفي مفاجآت بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. أيضا عيسى مع فقرة الصحافة. أنا أقول بأن برنامج قهوة الصباح في هذه الدورة البرامجية راح يكون ممتع جدا للمشاهدين الكرام. راح تكون مثل ما ذكرت في الفقرة، راح تكون صور، وراح تكون ايش اللي تبدا بحرف الكاف؟ كاريكاتيرات. جالسين انا وياك نحاول نتعلم. عيدها من جديد. لا خلاص بس. كاريكاتيرات. كاريكاتيرات. ايوه جابها، شفت سعيد؟ جابها الحين. تحت الهواء ياس يحاول فيها. عموما مشاهدينا الاحبه، في قهوه الصباح وفي الحلقه الاولى يتجدد اللقاء بكم ان شاء الله تعالى، وراح نستمر معاكم في ابرز المحطات المتنوعه واللي محضرينها لكم لليوم ان شاء الله تعالى. راح اذكر لكم كذا على السريع فقرتنا لليوم، راح تكون طبعا راح تكون لنا محطه اولى مع برنامج بسيط النسخة الثانية، وأيضا فقرتنا راح تكون الفقرة الرياضية مع سعيد، وبالإضافة إلى الفقرة الجانبية مع الإسعافات الأولية مع طبعا محمد لوهيبي. محمد شخبارك؟ يعطيك العافية إن شاء الله. بالإضافة أيضا إلى تقارير متنوعة محضرينها لكم طاقم الإعداد في هذا البرنامج. فاصل أيها الأحبة، ونبتدئ معكم الرحلة الأولى والمشوار الأول في رحلة برنامج قهوة الصباح، فتابعونا.
حياكم من جديد مشاهدينا الاحبة، مستمرين معاكم فقرتنا الاولى مثل ما ذكرنا مع الزميل ايضا الرائع محمد بن خميس الوهيبي، محاضر اسعافات اوليه في حمله في بيتنا مسعف. صحيح، حياك الله محمد، صباحك خير، كيف صحتك؟ الحمد لله. وحشنا يا اخي. والله انا اكثر. امورك طيبه؟ ها الحمد لله تمام. يا مرحبتين، حياك الله محمد. طبعا من الفقرات ايضا مشاهدينا اللي راح تكون بشكل اسبوعي، محمد راح يكون حاضر معانا نتحدث فيها عن الاسعافات الاوليه، بعض المفاهيم، بعض المواضيع المتعلقه بهذا الجانب، بعض الاخطاء الشائعه في هذا ايضا الموضوع، موضوع الاسعافات الاوليه. وموضوعنا اليوم راح يكون محمد عن النقل الخاطئ للمصابين اثناء الحوادث، حدوث الحوادث. طبعا ما اعرف في البدايه يعني محمد، هذه الفقره عرف المشاهدين، رحب بالمشاهدين، خبرنا ايش راح تكون ان شاء الله الجديد في هذه الفقره. اول شيء نرحب بالمشاهدين ونصبح عليهم بالخير. الفقره اليوم راح تكون هي عباره عن كيفيه نقل المصاب اذا كان في حاله الحوادث، اذا كان الحادث سواء في البيت، ايوه، سواء حادث سيارات، حادث بالعمل، كيف ننقل المصاب. طبعا الطريقه اللي تصير احيانا اللي نسمع عنها ان اكثر الاخطاء شائعه تصير او الاصابات تصير، أيوة، بسبب النقل الخاطئ. صحيح. سواء كان بالسياره، سواء كان بالعمل. نعم. او بالبيت. صحيح. طبعا الاخطاء الواحد ربما يعني من دوافع انسانيه يشوف قدام واحد مصاب لربما ينزف دم وغيره، على طول يعني ما يقدر يصبر، يعني ما يقدر يتمالك نفسه وهو يشوف شخص مصاب امامه وما قادر والسياره موجوده، فيقول لا خلي انا اشله على طول واوديه للمستشفى. نحن راح نتكلم عن هذا الموضوع مشاهدينا، وحتى راح نتكلم نتطرق لو عندك محمد فكره عن قانونا هل مسموح انه الواحد يشيل مصاب شافه في الطريق مصاب في حادث لربما، او ما هي الاجراءات المتبعه، الواحد ايش يسوي بالضبط في لما يشوف امامه شخص مصاب. محمد نبدا الحين، امامنا حادث لا قدر الله، حادث سير، سيارة الإسعاف لسه ما وصلت وأمامك صار الحادث وشفت مصاب، إنسان مصاب وهو ينزف ويتألم لربما، إيش اللي علي أنا كشخص أسوي في هذه اللحظة؟ الخطوات الأولى اللي أول بداية لما نشوف حادث صار عندنا بالسيارة على سبيل المثال، أيوة، إنزين أول تفكير اللي يجينا لازم نعرف المكان إذا كان آمن للمسعف أو لأي شخص أو للجمهور الموجودين هنا، أيوة، إن أنا أقدر أتدخل أو لا. إذا كان المكان آمن أتدخل، إذا ما كان المكان آمن ما أقدر إنه أعرض. صحيح. الأشخاص الثانيين أو أعرض السائقين أو أعرض، يعني مثلا في وسط الشارع العام على سبيل المثال، يعني شوف، نعم، أنا دائما أتكلم إن إذا كان، أيوة، إذا كنت أنت عارف بالإسعافات الأولية وعارف طريقة نقل المصابين أنت تقدر تتدخل، بس تدخلك لازم يكون نفس الشيء، تسأل نفسك إن هل المكان آمن عشان أتدخل فيه، هل هو مطلوب مني إني أنقل المصاب أو إني أثبته. وهو في اختلاف هنا، نحن يعني عندنا بالعاصمه الاسعاف، أيوة، الاسعاف توصل بشكل سريع. صحيح. يعني ما عندنا تاخير. صحيح. التجمهر اللي يصير هو اللي ياخرها، فاحنا اذا كنا عارفين على سبيل المثال عارفين اللي هو الاسعافات الاوليه، أيوة، عارفين كيف نتدخل، نقدر نتدخل المصاب، نثبته على سبيل المثال، نسال نفسنا هل هو يحتاج لتثبيت. نعم. او هل هو يحتاج لنقل. صحيح. انزين اذا كنا نحن عارفين كيف ننقله لازم ننقله يعني يكون هي شوية فيها صعوبة، لكن الناس المتمرسين، الناس اللي حاضرين تدريبات إسعافات أولية يعرفوا كيف النقل، يكون نقدر حتى إذا نثبته قطعة واحدة بنفس وضعيته هو، أيوة، نفس الجلوس، نقدر ناخذ شخصين مثلا يكون شابكين بالأيادي وننقل المصاب على نفس وضعيته يكون ما يتحرك. لكن قبل هذا محمد، قبل أن نتكلم عن كيفية آلية أيضا نقل هذا المصاب، أي أول شيء نسويه اللي هو الاتصال، اللي هو الاتصال، الاتصال بالطبعا الطوارئ، يبلغوهم على طول انه في حادث سير وقع في كذا وفي مصابين، وبدورهم على طول يعني او يتصل بالاسعاف مباشره بحيث انها تصل، وبعدها لو الحاله حرجه نوعا ما ويستدعي انها تدخل ساعتها مثل ما ذكرت الحين انه نبدا بعمليه التدخل. لكن ما اعرف بشكل عام انت اذا عندك فكره قانونا هل يسمح انك اشيل شخص مصاب او انه لازم تكون عندي رخصه معينه او شيء كذا؟ هو لازم انك تحضر دورات الاسعافات الاوليه اللي هي ما تكون فيها شهاده، اللي هي فيها الليسن الدولي، ايوه، معترف فيه دوليا بالاسعافات الاوليه. اذا انت عندك تملك هذا الليسن اللي هو مدته سنتين يعني، زين، تقدر انت تنقل المصاب اذا كنت عارف. لكن انك انت ما عارف
وتنقل المصاب. أيوة. يمكن يعني خلي الجانب القانوني، انت تتكلم عن جانب انك احتمال انه يصير عندك كسر مضاعف، احتمال راح اضرار معينه تتضاعف، والسبب انت يعني طريقه نقلك الخاطئ، لانه خصوصا أيوة. انت تتكلم عن وضعيته هو، انت يمكن تشوفه هو عنده نزيف بالراس مثلا، تشوفه مرئي، لكن انت ما عارف انه هو عنده اصابه العمود الفقري، تشوفه وضعيته غريبه. أيوة. فانت تروح تحركه ويصير عنده يمكن احتمال قطع بالحبل الشوكي، تسبب شلل يمكن يؤدي للوفاه. عندنا نفس الحاله يكون كسر باليد على سبيل أيوة. المثال، احنا نروح نحركه ويصير عنده كسر مضاعف. هذه كلها نتيجه الاخطاء، الاخطاء بعدها انت تتحملها، اعتقد انت تتحملها بعدين لما تشيل مصاب، وفي النهايه يعني الدكاتره المختصين في هذا الجانب يخبروك والله انت السبب في انك حملته بالطريقه الخطا، فصار عنده تضاعفات في الاصابه صحيح. نفسها. عشان كذا نحن اللي الرساله اللي بنوصلها انه أيوة. انت اذا كنت عارف بالاسعافات الاوليه تقدر تروح تنقل المصاب، اذا ما كنت عارف على الاقل انك ما تعرض نفسك للخطوره، ونفس الشيء تحاول انك تسيطر على الوضع. كيف تسيطر على الوضع؟ انت ما راح يعني تزيد اشياء ثانيه، انت بس تروح تثبت على نفس الوضعيه، على نفس الوضعيه بالسياره على سبيل المثال، اذا كانت الرقبه ما الى كذا انت لا تروح تردها، انت لازم تخليها بنفسها، بنفس الوضعيه، بنفس الطريقه، بنفس الشيء. نعم. لما تروح تكلمه لازم تهدي شويه، ما نعم. عشان ما يعني ما يخاف زياده. جميل. وما تتضاعف الاصابه. حلو جدا. اذا نبدا على طول بطريقه عمليه، وهذا الاهم. الواحد يشوف معنا مشاهدين الاحباء كيف يا ترى لما نشوف مصاب امامنا وامام حادث طبعا كيف ننقل المصاب. محمد بسم الله، على سبيل المثال عندنا اصابه أيوة. صارت بالعمل، هذه يمكن تكون بالسياره لكن هو المصاب يعني بالارض. ايوه. نقدر نقول انه والله في حريق صاير على سبيل المثال بالمكان الفلاني، وفي شخص طايح بالارض، احنا ما نعرف وش اصابته. زين. فكيف ننقله؟ اول شيء نحاول نحطه تحت اللي هو اي قماش، اي قطعه، اي اذا في بطانيه مثلا. ايوه. زين. وكيف ننقل المصاب؟ كيف؟ المصاب راح يكون يعني نحط القماش اسفل أسفل يعني المصاب ونسحب. طريقة السحب راح تكون ما نسحب الشخص، راح نكون نسحب اللي هي قطعة القماش. قطعة القماش، نعم. ونسحبها كقطعة واحدة. واضح؟ نسحبها كقطعة واحدة. إذا ما كان في قماش أو إن إحنا خايفين. وأساساً حتى لو ما يعني لو كيف عملية إن نفس الحالة أنا أحمل هذا المصاب علشان أخليه على القماش، ما راح تسوي أيضاً إشكالية؟ ما راح يكون أي إشكالية، نقدر نحط له من تحت. أوكي. ونرفع شوي من هنا. أيوة. يعني حتى لو كان جزء بسيط من القماش فيه نحن نقدر نسحبه. إذا كنا خايفين مثل ما قلت نقدر نسحبه عن طريق القميص. عن طريق القميص. القميص. أهم شيء يعني لما نسحب المصاب يكون ككتلة واحدة. عشان ما نحرك اللي هو العمود الفقري، خصوصا اذا كنا احنا إذن ما عارفين هنا مربط الفرس. ها الاهم شيء انه الجسم كامل يتحرك في نفس الوقت ككتله واحده. أيوة. اها جميل. يعني ما نقدر نحرك الراس او نحرك نفس الحاله في طريقه الحركه. احنا ما نستخدم، شوف انا لما حركت ما استخدمت ظهري، صحيح، انا استخدمت الركب صحيح، نفس الشيء اللي هو الاكتاف. فنعمل كذا عشان ما تسبب لنا اللي هو يعني فيزيكال انجري. يعني وبعدين حمله للسياره كيف يكون؟ حمله للسياره طبعا احنا نقدر نخليه اذا الاسعاف وصلت. ايوه. وهم راح ياخذوه. تعرف السياره يعني احيانا ما تكون يعني ما مهيئه اساسا، مهيئة. فاحنا نفس الشيء في صعوبه، لكن اذا في كانت امكانيه نقدر ننقل يعني عن طريق السياره. صحيح. يروح للمستشفى. نعم جميل جدا. يعني هذه تعتبر، انا ليش ركزنا اليوم على طريقه الحمل؟ لان مثل ما خبرتك عندنا في عمان نسبة كبيرة اللي هي من سبب نقل الخاطئ. صحيح. احنا ما نلوم الناس ليش هم من دوافع انسانيه. انا اشوف الانسان قدامي يتالم وانا اجلس كذا مكتوف اليدين صعب علي، لكن نفس الحاله اذا كنت انا فعلا وعارف والحياه هذه مستمره، سبحان الله يوم الايام قد تصادف موقف من هذه الامور، فلازم انت تتعلم وتتثقف ايضا فيما يخص الاسعافات الاوليه، بحيث انك مستقبلا لا قدر الله بامكانك ايضا انك تستخدم الاشياء اللي تعلمتها في عمليه الاسعافات الاوليه. بالضبط. عموما محمد سعيدين جدا بوجودك معنا اليوم في برنامج قهوه الصباح، وراح تكون معنا حاضر بشكل اسبوعي ان شاء الله تعالى في هذا البرنامج في الدوره البرامجيه الجديده مع خطوات عمليه فيما يخص الاسعافات الاوليه. محمد بن خميس الوهيبي محاضر اسعافات اوليه في حمله في بيتنا مسعف. شكرا جزيلا لك. الله يسلمك. يعطيك العافيه. ما قصرت. شكرا. بارك الله فيك. اذا مشاهدي الاحبه في برنامج قهوه الصباح احنا مستمرين ومتواصلين معاكم، وايضا فقراتنا ومحطاتنا مستمره ومتواصله معاكم، وفقره الصحافه مع المبدع عيسى الكعبي، ولكن بعد الفاصل تابعونا.
خدمة وطن كلنا ايد بيه الوطن دايم نبادر لو دعانا للمزيد خلنا اكثر تعاون بك نفيد ونستفيد هذه بلادك كريمة ما تقاس باي قيمة خلنا كلنا نشارك من قريب ومن بعيد شارك لتصنع الفرق المسح الشامل الأسري المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تعزيز المعرفة رجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام في فقرة الصحافة المحلية مثل ما قلنا لكم راح نستعرض مجموعة من الأخبار اللي تناولتها صحافتنا المحلية وراح نبدأ بجريدة عمان وفي الصفحة الأولى خبر يختص بالسياحة بالتحديد مهرجان صلالة حيث نجح المهرجان في استقطاب أكثر من 2.5 مليون زائر لأول مرة ومشاركة واسعة للفرق الشعبية فقد أسدل الستار على مهرجان صلالة بأوبريت وطني وتكريم الولايات الفائزة أسدل مساء أمس على فعاليات أسدل الستار مساء أمس على فعاليات مهرجان صلالة السياحي 2015 والذي حمل شعار عمان المحبة والسلام في احتفالية كبيرة بميدان مسرح الولايات بمركز البلدية الترفيهي بصلالة تحت رعاية معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية طبعا هذا الخبر يعني يعطينا دليل على الاهتمام السياحي التي توليها حكومتنا الرشيدة أيضا هناك خبر نوعا ما خبر صحي يتحدث عن دراسة بحثية حول الجانب الدوائي للنباتات العمانية باستخدام التقنيات العلمية المتطورة نشرت نتائجها في 5 أوراق فقد توصلت دراسة بحثية واعدة مولها مجلس البحث العلمي في مجال التحليل الكيميائي والإحيائي للنباتات العمانية إلى معلومات وتفاصيل جيدة تبشر بمستقبل جيد في مجال الاستثمار والاستفادة من النباتات العمانية البرية كما تفتح آفاقا جديدة في مجال البحث وتصنيع المركبات العلاجية المركبات العلاجية كما نتج عن نشرها عدد من الأوراق البحثية العلمية في مجالات بحثية أو في مجلات بحثية مرموقة إذن هذه الدراسة يعني تتيح مجال واسع في الاستثمار الدوائي أيضا راح ننتقل إلى خبر آخر وهو صور القطارات تحرز الجائزة الشرفية في بينالية الفياب للصور الملونة المطبوعة فقد حصلت جمعية التصوير الضوئي على الجائزة الشرفية في البينالي 26 للصور المطبوعة والذي ينظمه الاتحاد الدولي لفن التصوير الضوئي لفياب وكانت مشاركة جمعية التصوير الضوئي في هذا البينالي بمجموعة مكونة من 10 صور حول محور القطارات يعني هذا إنجاز جديد يضاف إلى الإنجازات الضوئية العمانية المبدعين المصورين اللي دائما يتحفون بإنجازاتهم الشبابية أيضا قبل أسبوعين كان نفس هذا الإنجاز للشباب في أندونيسيا على ما أذكر راح ننتقل إلى جريدة الوطن وأولى الأخبار من جريدة الوطن رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون يستقبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام فقد استقبل معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بمكتبه أمس سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام والوفد المرافق له وقد رحب معالي الدكتور رئيس الهيئة من خلال المقابلة وعرفهم وأكد على استمرار التعاون القائم بين الهيئة والمؤسسة القطرية للإعلام في مختلف المجالات واصفا العلاقات العمانية القطرية بأنها علاقات أخوية إذن
هذه المقابلة إن دلت فإنما تدل على العلاقة الوطيدة بين قطر والسلطنة والتعاون المشترك في شتى المجالات. أيضا هناك خبر صحي في جريدة الوطن، فقد احتفل أو المجلس العماني للاختصاصات الطبية يحصل على شهادة الآيزو. فقد احتفل المجلس العماني للاختصاصات الطبية أمس بحصوله على شهادة الآيزو، حيث تسلم سعادة الدكتور إهلال بن علي السبتي الرئيس التنفيذي للمجلس العماني للاختصاصات الطبية شهادة الآيزو، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للشركة التركية للمواصفات والمقاييس المعتمدة من منظمة الآيزو الدولية لإصدار الشهادات الاعتمادية والجودة للمؤسسات المتميزة التي تستوفي المعايير المطلوبة للحصول على شهادة الآيزو. يعني هذا الإنجاز دليل على جودة المؤسسات الصحية في السلطنة، فالآيزو لا يمنح إلا يعني إلا لمن يطبق الاشتراطات التي اشترطها الآيزو. أيضا هناك خبر ثقافي من الكتاب، من جمعية الكتاب والأدباء التي تحتفي بالفائزين في الشعر الفصيح بالملتقى الأدبي والفني 21. تحتفي الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ممثلة في مجلس الشعر العماني بمقرها في مرتفعات المطار اليوم في تمام الساعة 7:30 مساء بالشعراء الفائزين في مجال الشعر الفصيح في الملتقى الأدبي والفني 21 الذي أقيم مؤخرا في ولاية نزوى عاصمة الثقافة الإسلامية. إذن هذا تكريم للمجيدين في مجال الشعر الفصيح. مشاهدين الكرام، مثل ما عودناكم مثل ما قلنا لكم راح يكون هناك فقرة يومية للصحافة راح نستعرض فيها العديد والكثير من الفقرات الأخرى. راح يكون هناك عندنا كاريكاتيرات، وراح يكون هناك عندنا أيضا صور من برنامج الانستغرام، وراح تكون هناك تغريدات، راح يكون هناك ربط مباشر واتصالات للحديث عن بعض الأخبار المقتبسة من الجرائد المحلية. كل ذلك مشاهدينا وأكثر خلال الأيام القادمة من فقرة الصحافة. خلاص مشاهدينا، إن شاء الله نلتقي بعد الفاصل. يستمتع الجميع بتناول العصائر الطازجة والمتنوعة لمذاقها المتميز، حيث تتربع الفاكهة الطبيعية بنكهاتها المختلفة على عرش المشروبات المفضلة لدى مختلف الفئات العمرية لمذاقها الحلو المتميز وألوانها المتعددة ونكهاتها المختلفة. وتكفي الألوان الطبيعية التي تكون هذا العصائر الطازجة، فهي تفتح الشهية وتشجع الإنسان على تناولها. وتعد العصائر الطبيعية غنية بالقيمة الغذائية، فضلاً عن أنها تحافظ على التوازن الغذائي وتقي الجسم من العديد من الأمراض، فهي مليئة بالسكريات والسعرات الحرارية التي تجعل منها مصدراً رئيسياً للطاقة من دون إحداث أي آثار سلبية على الجسم فيما يتعلق بمسألة الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن، الأمر الذي أثبتته الدراسة الحديثة. ويمكن لمحبي العصائر الطبيعية الطازجة والمنعشة اختيار ما يحلو لهم من طيف الفواكه التي أنعم الله علينا بها، فها هما عصيرا البرتقال والليمون الطبيعيان الطازجان اللذان ينصح بتناولهما بعد الإصابة بالحمى أو الإنفلونزا لاحتوائهما على الفيتامين سي. يفضل تناول العصائر الطازجة مباشرة بعد التحضير، حيث أن الكثير من الفيتامينات تتأكسد فتقتل فائدتها الصحية. صباحكم نشاط وحيوية لبرنامج قهوة الصباح. مرحبا بكم وسهلين مشاهدين الأحبة، مستمرين معاكم في المشوار الأول لبرنامج قهوة الصباح. ما قصرت يا عيسى، بارك الله فيك، وفقرة مميزة وراح تكون إن شاء الله تعالى
ثابتة ورائعة إن شاء الله تعالى يوميا كذا مواضيع مختصة بالصحافة. اليوم فقط يعني مقدمة بسيطة لكم مشاهدين الأحبة عن مختلف الفقرات البرنامج والصحافة، لكن المرات القادمة إن شاء الله والأيام القادمة راح تكون هناك مواضيع مرتبطة سواء بالصحافة وأيضا بالفقرات القادمة. عموما إحنا ضيوفنا وضيوفكم أيضا مشاهدينا راح يكون الموضوع الأول مثل ما ذكرت في مقدمتي، نتحدث عن برنامج بصيص في نسخته الثانية. هذا البرنامج التعليمي التحسين المعيشي للعمال أو تحديدا العاملات في دائرة الصيانة بجامعة السلطان قابوس، صحيح كذا القاسم؟ صحيح. 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 عموما راح نستضيف في هذه الوقفة القاسم بن محمد البلوشي رئيس برنامج بصيص في نسخته الثانية. القاسم سعيدين بوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح ويسعد ربي صباحك بكل الخير. يا هلا ومرحبا صباح. شو اخبارك؟ كيف الحمد لله والله اطيب. عساك مرتاح؟ يا مرحبا. شو علوم شو اخبار؟ ماشي مرحبا. الامور طيبة؟ الحمد لله. نورنا ما شاء الله. نور نورك والله. سلامتك جميلة يا الله يحفظكم. الله يحفظك ان شاء الله وعساها ابتسامة دائما. عموما اليوم نتحدث ونتكلم ان شاء الله تعالى عن برنامج بصيص. في النسخة الأولى انقضت وانتهت والحين احنا في النسخة الثانية واعتقد باقي لكم اسبوع على انتهاء. باقي يوم واحد آخر يوم على انتهاء هذه النسخة، النسخة الثانية من هذا البرنامج. لكن قبل أن نتوغل في أعماق هذا البرنامج زين نعطي نبذة تعريفية بسيطة مختصرة عن هذا البرنامج يا القاسم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا برنامج بصيص أيوة. مثل ما قلت أنت أنه برنامج تعليم وتحسين معيشي. حلو. احنا يعني تابعين لجماعة التربية بجامعة السلطان قابوس. حلو. كلية التربية. هدفنا الأساسي أنه عندنا خبرات تعليمية أيوة. بشكل أساسي نوصلها لفئة محتاجة. جميل. زين الفئه اللي احنا نستهدفها فئه العمال العمانيين موجودين داخل في الجامعه. العمانيين ها؟ العمانيين. جميل. اللي مستواهم أه. التعليمي من الثانويه العامه من دبلوم التعليم العام فما دون. أه. هذه الفئه اللي نستهدفها. نعم. في عندنا برنامج تعليم وبرنامج تحسين معيشي. البرنامج التعليمي نبدا بالبرنامج التعليمي. ايوه في الجامعة. ومخصص لفئه العاملات. ايوه العاملات في دائره الصيانه بجامعه السلطان قابوس. العمانيات. 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 أيوة. نبدا هذا التعليمي الجانب التعليمي. أيوة. في عندنا احنا تصنيفات ومستويات يعني زي. طبعا العدد احنا السنه معنا 80 عامله. 80 عاملة. والسنه المرحله الاولى كانت 40 فالسنه ازداد العدد. زاد العدد ضاعف. نعم. العدد. حلو. نفس الشيء المرحله الفتره الزمنيه كانت 3 أسابيع. جميل. ضاعفت 6 أسابيع يعني السنه عندنا 6 أسابيع. مه. البرنامج شيء جديد يعني احنا حاولنا ترى نطور يعني الفكره انه من بصيص واحد بصيص اثنين على المرحله والمرحله الثانيه انه نطور نشوف وش اللي هناك نقدر بالامكان نضيفه هذه السنه. حلو. فاحنا مقسمينهم مستويات في عندنا جانبين رئيسيين اللي هم في فئه يدرسوا اللغه العربيه واساسيات الرياضيات زين. والقسم الثاني اللغه الانجليزيه واساسات الكمبيوتر. حلو. ونفس الشيء هم في تصنيفات داخليه لان عملناهم اختبارات تحديد مستوى فمصنفينهم ففي اللغه العربيه في اللي تعلموا اساسيات اللغه العربيه. حلو. واتكلم بصراحه يعني انه في مجموعه كبيره ان الحين نعلمهم الحروف الابجديه ايه بادي معهم الصفر. لا في مستوى اعلى انه نعلمهم في النحو في حتى بدوا يكتبوا قصص قصيره في الشعر. أوهو. فبدوا يعني طلعوا شعراء. أيوة. كتاب ودبا ما شاء الله ما شاء الله طلع المواهب. حلو حلو. الشيء الثاني هذه بعض اللقطات مشاهدينا موجودة الحين تعرض على الشاشة من هذا البرنامج واصل يا القاسم. في الأساسيات الرياضيات بصراحة احنا بدينا السنة الماضية. أيوة. بس السنة انصدمنا بمجموعة من الفئة اللي معنا انه لا ما يعرفوا ان الواحد واحد والاثنين اثنين والثلاث ثلاثة. كيف يعني؟ يعني ما يعرف الأرقام. ما يعرف الارقام نهائيا يعني. سبحان الله. فبدينا معهم من الصفر ما بدينا في يعني في عمليات الحسابيه يعني قصدك كتابه واحد اثنين ثلاثة. ايوه كتابه. آه. وقراءه يعني سمعا يمكن هو يفهم بس. آه. كتابه ما يعرف انه واحد ما يعرف. فبدينا فيهم حتى عشان سهل لهم بدينا بالعملات. يعني انه الريال 100 بيسه 500 بيسه وبتوضيحه بشكل بسيط. بشكل بسيط. لما تكون عندك ال 100 بيسه خلاص معروف. خلاص معروف. ايوه. آه. فبدينا فيهم يعني خذوا برنامج كامل في. أيوة. فئه منهم بدوا في اساسيات الجمع والطرح في فئه منهم ليفل عالي الضرب والقسمه فارتفع مستواهم. هذا نفس الشيء في اللغه الانجليزيه. في عندنا مستوى اول مستوى ثاني من اللغه الانجليزيه. ونفس الشيء الحاسب الالي. يعني تشوفوا اللي هم عندهم رغبه اكبر في التعلم باللغه الانجليزيه وعندهم مقدره انهم. أيوة. يتعلموها وصلت معاهم. النسخه الاولى متى كانت؟ الصيف الماضي. الصيف الماضي. أيه. زين كلمه بصيص الواحد ربما المشاهد عندنا ابانا وامهاتنا وايضا المشاهدين المتابعين ليش اخترتوا بالضبط هذا الاسم بصيص؟ في البدايه هو قبل سنتين كان البرنامج
برنامج اسمه مجرد بس الجانب التعليمي. الجانب التعليمي بس مش له اسم معين، بيكون برنامج تدريبي اي برنامج. أيوه. تدريبي بس لا، احنا فكرتنا ما مجرد هذه الفئه اللي نستهدفها. فكرتنا انه برنامج بسيط انه يكون له هويه معينه. حلو. وهو من اسمه بسيط، احنا كل الاشياء اللي نقدم لهم مجرد بسيط. احنا مجرد يعني طوال الحين 6 أسابيع مستحيل اعطيهم كل البرامج كل الاشياء بحيث انهم يطلعوا مستوى عالي، لا بسيط، وهذا وتكون بعدها الانطلاقه، وهذا اللي صار الحمد لله من النسخه الاولى. ممتاز. في بعض العاملات اللي اكمل دراسته واللي اكمل دراسه ثانويه واللي عنده الثانويه راح معاهد. صحيح. واكمل في المعاهد، فهذا احنا هذا هدفنا الاساسي انه ما مجرد هذا وبدا يعلم اطفاله في البيت. هذا وهذا من صراحه من اهم الاشياء، يعني لما بدينا اللقاء التعريفي هذا. أيوه. هذا السنه سالتهم سؤال بسيط، وش استفدتوا من النسخه الاولى؟ هل استفدتوا ولا كان يعني مضيعه الوقت؟ كانت واحده من العاملات قالت ان انا الحين اقدر اتابع دروس اولادي. صحيح. هذا شيء يعني احنا شيء مهم جدا بصراحه. مهم يعني انا اقول لك بصراحه كنا يعني لما بدينا البرنامج بصراحه انا اكلمك انه كنت اعتبر هذه انه فئه محتاجه. بس لما احتكينا فيهم لا، هذه فئه مسؤوليتنا احنا ان نقدم لهم هذه الاشياء. واجب. صحيح. وانه يعني شيء كبير انه هو يتعلم، اولاده يتابع معهم الدروس. صحيح. يعني بحيث انه الاولاد ما يكون في فارق بينهم وبين يعني اولياء الامور، بينهم وبين ابنائهم. وبعدين نفسيه ايضا الطفل نفسه لما يعرف والله انه ابوي وامي يعرفوا يقروا ويكتبوا، يعني تكون عنده دافعيه اكثر في التعلم. صحيح. وغيره. لكن لما يشوفهم لربما. صحيح. يعني من ضمن المواقف اللي صارت معنا في وحده من المنتسبات معنا. راجع البيت كانت وكانت تشوف حفله وما حفله وعبالها عيد ميلاد كان هذا. زين. وكان هم يعني تفاجئت انه هم مسوي لها حفله انه بدت التعليم. نعم. بدت تدرس ما شاء الله. ما شاء الله. وفي يعني ويعني بصراحه يعني من الاشياء اللي صارت انه حتى في الانتاجيه في العمل. أيوة. يعني من الجهه المسؤوله عن العاملات قال انتاجيتهم زادت. أكيد. للعلم انهم مفرغين من الدوام. يعني احنا بصراحه نشكر الجهات المعنيه في دائره الصيانه قسم النظافه اللي هم اهتمامهم بهذا الجانب. اهتمامهم. صحيح. انهم مفرغين، هم مفرغين معنا من الدوام الرسمي لمده 4 ساعات ما شاء الله. وهذا شيء يعني مده 6 أسابيع ما شوي يعني. هذا كرم. صحيح. كبير منهم، فانه تحصلهم يوميا ملتزمين معنا، يحضروا يوميا من الوقت لحد ما يطلعوا. ما يتمنوا انه يعني في البدايه كانت واحده من العاملات تقول انا كنت انتظر اي فرصه اني اطلع من الدوام. سبحان الله. لما بدا البرنامج حسيت اني شيء انا بجي هنا وبستفيد منه. انا بطلع منه. صحيح. يعني من ضمن المواقف كانت واحده من خالاتنا الموجوده هناك كانت يعني اكبر يعني الفئه الموجوده طموحهم ان يقروا القران. فكان طموحها بشكل كبير انه بس تقري قران. الحمد لله هي الحين يعني لما بدت الحين الحمد لله الصور القصيره تقريها، صوره عمه قرتها كامل. يعني الحمد لله يعني ويا كبر فرحتها يا كبر. يعني ابسط شيء بصراحه اقول لك انا ابسط شيء يعني انه يفرحك وخليك تستمر. ترى يعني الفريق اللي شغال مده 6 أسابيع متواصله. صحيح. ما شوي انك تستمر. فانك لما تجي يوميا تشوف في حد ينتظر شيء تقدم له هذا الشيء وتحصل ذيك الدعوات اللي انك انت على اساس انا باكر الصباح بجي وبقدم لهم شيء جديد. ايوه. فهذا اللي استمرينا عليه وهذا اللي يعطينا الدافعيه. طيب انا بتكلم ايضا عن المستوى التحسين. المستوى المعيشي، التحسين المعيشي لهذا الجانب ايضا، لكن ما اعرف عندي سؤال، ليش اخترته بالذات يعني فئه العاملات العمانيات؟ ليش ما يكون هناك عندكم العمال العمانيين مثل احنا في بصراحه في اعداد كبيره موجودين بالاخص في الجامعه. خلينا نتكلم. نعم. عن مستوى الجامعه في عندنا اعداد كبيره من هذه الفئه اللي من دبلوم العام فما دون، والذكور اعلى عددهم اكبر من الاناث. مزين. لكن احنا الحمد لله حصلنا موافقات من الجهات المعنيه بخصوص الذكور. ما اقول يمكن هذا الخطا يشترك فيه كل الاطراف واحنا نشترك فيه. انه ما حصلنا العدد الكافي من المتطوعين الذكور للتدريس. التدريس. هي لان الحين انتم كل الفريق اناث متطوعين. متطوعات. جميل. المعلمات اللي درسوا عندنا اناث. جميل. ما تقليلا في مبادره الذكور. حلو. لكن انهم محتاجين ان العدد الكافي بحيث ان انا اذا ببدي فئه معينه. أيوه. ابدي بها بشكل منظم اكبر بحيث ان لما بكرر السنه القادمه. أيوه. ما يقولوا ان السنه اللي قبلها. صحيح. كان فيها صاير خلل او انه على السريع كذا القاسم ننتقل للتحسين المعيشي. كيف نظامه؟ التحسين المعيشي هو الفكره الاساسيه. لا ندخل في رواتب، لا ندخل في شيء، لا نعطيهم فلوس، ماشي. نزل. الفكره الاساسيه ان نشجعهم ياسسوا مشاريعهم الصغيره. ايوه. زين. وهذا الشيء اللي الحين يعني اللي تشجع عليه الحكومه والبلد، في عندنا الهيئات والوزارات. نعم. شجعناهم بشكل كبير ان ياسسوا مشاريعهم المنزليه.
زين بشكل خاص. يعني في عندنا احنا العدد يتعدى العشر عاملات يعني موجود عندهم مشاريع اللي في البخور في التطريز خياطة ملابس والحمد لله في عدد الحين يتجاوز ال 12 اللي عندهم خلاص حطوا افكار ونبدا فيهم والحين خلاص يعني في انه شيء بسيط هم يقدروا يسووا ما شرط انه يفتح سجل تجاري صحيح. يقدر يفتح الحين في تصريح الاعمال المنزليه بثلاث ريالات صحيح. الحين عن طريق بوابه تستثمر بسهوله جميل. تقدر تسهل كل شيء بحيث انه الفكره الاساسيه انه نريدهم يعتمدوا على نفسهم سواء معرفيا او معيشيا جميل. ما يتكلوا على اي احد جميل جدا سعيدين جدا بوجودك اليوم معنا القاسم تسلم ولو لا ضيق الوقت راح نطول معاك لكن ما عليه فقط رساله حاب توجهها ايضا للمشاهدين المتابعين ولزملائك ايضا اللي لهم كل التحيه وكل التقدير المتطوعين في هذا الجانب بشكل اساسي اشكر المتطوعين اللي عددهم كبير السنه الحمد لله عندنا 73 معلمه شغالين وعندنا 28 فريق العمل هذا نشكرهم بشكل كبير ونشكر الجهات سواء في الجامعه او الداعمين او الجهات المعنيه اللي وفرت كل هالتسهيلات إن شاء الله بارك الله فيكم الله إن شاء الله تعالى نشوف برنامج بصيص النسخة الثالثة بأفكار أيضا مميزة كتميزكم الدائم أخوي القاسم عموما مشاهدين الأحبة في برنامج قهوة الصباح ننتقل مباشرة معكم إلى محطة أخرى مع الفقرة الرياضية ولكن بعد هذا الفاصل فتابعونا قد يتطلب شراء لوح سكيت بورد في مدغشقر راتب شهر كامل إذ تتراوح كلفته بين 50 يورو و 170 غير أن ذلك لا يحبط عزيمة عشاق هذه الرياضة مثل ريكاردو الذي يجتمع مع أصدقائه دوريا في هذه الحلبة المتواضعة المقامة على أرض محطة تلفزيونية خاصة وإن انكسر لوحه يرممه بنفسه سأصلح هذا اللوح وقد انتهيت من ثقبه فنحن في حاجة إلى ثقوب وقطعة معدنية صغيرة وهذه الطريقة لا تراها سوى في مدغشقر إنه أفضل حالا الآن وهو متين بما يكفي لاستعماله لشهرين وبعد ذلك سأتدبر أمري غالبية شباب الجزيرة مولعون برياضات ككرة القدم والركب وكرة السلة غير أن سكيتبورد باتت شعبية في السنوات الأخيرة بفضل الإنترنت وبات عدد هواتها في مدغشقر اليوم يقرب من 100 يشكلون مجموعة صغيرة على تواصل مع مجتمع المتزلجين على الألواح في العالم بفضل شبكات التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية نشاهد أشرطة الفيديو على موقع يوتيوب كما لدينا نظراء في الخارج أحد أصدقائنا كان يسكن هنا قبل أن ينتقل إلى واشنطن هو يطلعنا على جديد المسابقات الكبرى هناك وأفضل المتزلجين كذلك نحاول أن نتابع مواقع التزلج على الألواح الكثيرة على الإنترنت وليست سكيتبورد رياضة رسمية في مدغشقر وهي لا تحظى بالدعم وتمارس بغياب قوانين تنظيمية غير أن ثلاثة من عشاقها أنشأوا في العام 2013 أول جمعية تعني بهذه الرياضة في العالم وهي مجموعة تعليم سكيتبورد في مدغشقر سماغ التي تضم حوالي 50 عضوا حظيت موهبتهم باهتمام خارجي بدأ الشبان يصورون عروضهم ويحملون أشرطة الفيديو الخاصة بهم على موقع يوتيوب وهو ما لفت انتباه البعض في الخارج فبادروا إلى دعمنا وهكذا أيضا تمكنا من التواصل مع جمعية في فرنسا زودتنا بالمعدات بهدف مساعدتنا وفيما ترسل الجمعية الفرنسية لهم ألواحا مستعملة ستفتتح حلبة جديدة لسكيتبورد بتمويل من منطقة إيل دو فرانس الفرنسية قريبا في العاصمة فيما يشكل اعترافا أوليا بموهبة هؤلاء الشبان الذين غالبا ما ينظر إليهم في مدغشقر على أنهم غريبون Thank you.
أسعد الله صباحكم مشاهدين الكرام، رحب فيكم من جديد من خلال الفقرات المتنوعة من برنامج قهوة صباح. وصلنا وياكم إلى الفقرة الرياضية اللي راح تأتيكم مثل ما ذكرنا في بداية هذا البرنامج، كل يوم ثلاثاء راح نتحدث عن موضوع رياضي، ولكن هذا الموضوع الرياضي لا يرتبط بالنتائج أو بالأخبار الرياضية، إنما يرتبط بالمجتمع بشكل عام. منكم نستفيد ونفيد كذلك كل مشاهد، سواء كان صغير أو كبير، وحتى من الرجال والنساء. اليوم اخترنا لكم موضوع التمارين الرياضية الصباحية. يعني احنا راح نتكلم في هذا الموضوع من خلال ثلاث محاور أساسية، اللي هي ممكن الأعذار اللي ممكن يحط الشخص عشان ما يمارس الرياضة الصباحية، أو حتى الفوائد الخمسة المهمة اللي ممكن نحصل عليها من الرياضة الصباحية. وفي الأخير، بما أن احنا بدأنا في الفترة الحالية وبدأ الطلاب المرحلة الدراسية، فبالتالي كيف ممكن احنا نستفيد من الرياضة الصباحية لأبنائنا الطلاب. طبعا احنا اخترنا هذا الموضوع لهذا اليوم بحكم ان احنا في بداية شهر جديد، في بداية شهر سبتمبر، وبالتالي جميل ان الشخص يحط له خطة من بداية هذا الشهر عشان انه يمشي عليها طوال هذا الشهر ويستفيد منها. مثل ما ذكرنا في بداية المحور الأول، الأعذار اللي ممكن يحط الشخص عشان انه ما يمارس الرياضة الصباحية، راح نتكلم عن الفوائد فيما بعد. الأعذار اللي ممكن يحط الشخص ان ضيق الوقت في فترة الصباحية، ان الشخص ممكن ما يحصل وقت قبل فترة العمل او حتى فترة الدراسة او فترة الكلية او ذهابه الى الجامعة، وبالتالي يقول انا ما راح احصل وقت. هذا عذر ممكن يتغلب عليه بشيء من الإصرار والعزيمة وشيء من الرغبة في الاستيقاظ مبكرا. يمكن العذر الثاني ممكن ما يحصل مكان او الجو الملائم لممارسة الرياضة، لكن اعتقد الرياضة الصباحية وخاصة الجو في فترة الصباح هو المناسب، مثل ما راح نذكر في الفوائد الخمسة للرياضة الصباحية. خلنا نبدأ مع الفائدة الاولى من الرياضة الصباحية. الكثير منا ياتي للعمل بنوع من النرفزة او كأنه متوتر او كأنه مضايق، خاصة انه اذا يطلع في بداية الصباح راح يحصل زحمة، وبالتالي هذا الزحمة ممكن تسبب له مزيد من التوتر، مزيد من الانفعال. فالرياضة الصباحية تساعد على الهدوء، تساعد على زيادة النشاط الذهني، كذلك القدرة على الحفظ والتركيز، وبالتالي هي فترة مهمة جدا. الأمر الثاني أو الفائدة الثانية من ممارسة الرياضة الصباحية، أنك ما راح يكون لك عذر من عدم ممارسته. كيف؟ لأن إذا مارست في فترة المساء أو حتى بعد المغرب، أو مثل ما يفضل البعض أو يفضل الكثير منهم ممارسة بعد المغرب أو حتى فترة العصر، في هذه الفترة بالتحديد يمكن ترتبط مع شخص معين، سواء كانت نزهة عائلية أو حتى نزهة مع صديق، أو حتى أنت ممكن ترجع من بعد فترة العمل وبالتالي تكون مرهق، ما عندك وقت أنك تمارس هذه الرياضة، ولكن في فترة الصباح ما راح يمنعك أي شيء من ممارسة الرياضة الصباحية. الأمر الثالث اللي وصلنا له، وهو تنظيم الساعة البيولوجية للجسم بحيث أنك أنت عندك وقت محدد لممارسة هذه الرياضة قبل الدوام أو قبل العمل. نقول جميل أن الشخص استيقظ قبل بنصف ساعة من الموعد المحدد للاستيقاظ اليومي. نصف ساعة تأخذ الماشي الكثير، خاصة أن ممارسة الرياضة أنت ما مطلوب منك جهد بدني كبير، يعني ما حتى ممارسة يعني نصف ساعة وعشرين دقيقة فقط من المشي أو الجري اللي ممكن يساعدك على إكمال هذا اليوم. وبالتالي علميا يقول أن الرياضة الصباحية تحفز على إفراز هرمون الأنروفين اللي دائما ما يساعد على تحسين المزاج وتخفيف الضغط والتوتر. وبالتالي نقول لجميع الناس اللي دائما ما يروح العمل وهم متوترين وهم شوية متضايقين وانا مبسوطين بجو العمل، يمارس الرياضة ويقرب أسبوع محدد أو حتى يومين أو ثلاث أيام، نشوف كيف التغيير اللي راح يحدث لهذا الشخص، وإذا كان في تغيير ممكن يمارس على هذه الخطة ويستمر عليها طوال الفترة القادمة. هناك أمر أكبر من المواضيع أو الفوائد الأربعة اللي ذكرناها وخليناها الفائدة الخامسة والأخيرة. الناس دائما تحب أن تخفف من وزنها أو تنقص من وزنها بممارسة الرياضة، ولكن هناك أخطاء كثيرة في مسألة ممارسة الرياضة، سواء كان في فترة ما بعد تناول الوجبات الغذائية، سواء كان الغداء أو العشاء. وبالتالي يقول لك شخص أنا أول ما أتناول العشاء وبعد ما أخلص متناول العشاء أنا أروح أسوي رياضة، وبالتالي أنت إيش راح تفقد؟ راح تحرق كل الأكل اللي أكلته، وبالتالي أنت ما حرقت أي من الدهون وما راح تساعد نفسك على إنقاص وزنك. وبالتالي أن ممارسة الرياضة في فترة الصباح بدون تناول أي شيء مجرد الماء، أنت في هذه الفترة بالتحديد راح تحرق كل الدهون الموجودة في جسمك،
وبالتالي أنت مشيت على الخطة وعملت الشيء الصائب في مسألة إنقاص الوزن والحفاظ على الشكل المثالي. فإن الوقت صباح هو الوقت الأمثل لك، خاصة أنه يساعد على حرق الدهون والسعرات الحرارية. هذه هي الفوائد الخمس، نعيدها بشكل سريع. الفائدة الأولى أن قرع المواظب عليها في كل يوم. الفائدة الثانية أنها تعمل على تنظيم الساعة البيولوجية للجسم. الفائدة الثالثة أنها بإمكانك من خلالها إنقاص وزنك بشكل مطلوب، وكذلك زيادة النشاط الذهني والقدرة على الحفظ والتركيز. كذلك أن ممارستها في فترة الصباح حتى يساعد في الوصول لأقصى استفادة ممكنة. نروح إلى المحور الثالث اللي ممكن نتكلم عنه في مسألة ممارسة الرياضة الصباحية. بما أن انطلقت المدارس خلال هذا الأسبوع تقريبا والأسبوع الفائت، جميل جدا أن لما نروح يعني نوقظ الطفل أو نوقظ الطالب أنه يروح للمدرسة، نعرف أن مشكلة كبيرة بالنسبة له لما يقوم في أول الصباح، وحتى لما يروح للمدرسة تحس أنه في نوع من الخمول، نوع من الكسل، حتى مسألة استيعاب للدرس يواجه شوية المدرس يعني صعوبة في هذا الموضوع. فهي نصائح لربات المنازل أو حتى لأولياء الأمور، فترة الصباح أول ما يستيقظ الطفل بعض التمارين الصباحية لمدة فقط 5 دقائق. فترة 5 دقائق هي تساعد سواء كان الطفل أو حتى الأم أو حتى الأب قبل حتى لما يروح للعمل، فتكون هي رياضة عائلية للجميع، يستفيد منها الطالب، يستفيد منها ولي الأمر، وبالتالي الكل يستفيد من هذه الرياضة الصباحية. ليش يعني الطالب مفترض أن يمارس الرياضة مثل ما ذكرنا فقط مجرد 5 دقائق في فترة الصباح؟ حسب ما ذكر في الدراسات العلمية بأن ممارسة الرياضة تساعد على تنمية القدرات العقلية بشكل عام، ولكن أيضا هناك أيضا أمر مهم وهو التنبه وفطنة العقل لمدة تستمر من 4 إلى 10 ساعات. لو حسبنا 4 إلى 10 ساعات هي فترة تواجده في المدرسة، فأحسنت على 5 دقائق من ممارسة الرياضة مقابل 4 إلى 10 ساعات أنت موجود في المدرسة أو طالب موجود في المدرسة، راح تعمل على تنبيه وعلى التركيز. الأمر الثاني اللي يساعدك هو الحصول على نوم أفضل، وبالتالي في بعض الطلاب يشتكوا أنه ما نام طول الليل أو عنده أرق في الليل، فممارسة الرياضة في هذه الفترة يساعدك أنك تحصل في فترة نوم على نوم أفضل، وبالتالي حتى تنام ساعات قليلة نومك راح يكون بشكل أحسن. ومثل ما ذكرنا في الفوائد الخمسة للرياضة الصباحية، زيادة معدل الحرق وكذلك تنظيم شهية للطعام، خاصة بعد ما تخلص الرياضة الصباحية تكون شهيتك مفتوحة لوجبة الإفطار، وهي الوجبة المهمة اللي ممكن يتناولها جميع أفراد العائلة في كل صباح. إذن تقريبا هذا كان موضوعنا لحلقة هذا اليوم في أول إطلالة للفقرة الرياضية في قهوة الصباح. إن شاء الله راح أكون معكم كل يوم ثلاثاء وفي موضوع متجدد راح يهم الجميع. شكرا لكم على المتابعة، وراح نكمل وياكم مشوار قهوة الصباح.
حياكم من جديد مشاهدي الأحبة المتابعين لبرنامج قهوة الصباح، كل من يشاهدنا عبر الشاشة الجميلة لتلفزيون سلطنة عمان. إذا كان هذا المشوار الأول لبرنامج قهوة الصباح لهذه الدورة البرامجية الجديدة، المفترض يكون معانا زميلنا منصور السعدي في الربط الحي والمباشر من طبعا شمال الباطنة ولاية صحار. ما أعرف منصور تسمعني الحين ولا كيف؟ منصور تسمعني؟ أسمعك. صباح الخير لك. صباح الخير من جديد. صباح الخير أيضا لكل المشاهدين لبرنامج قهوة الصباح. إذن حياك الله من جديد طبعا أخوي منصور، وراح نتعرف من خلالك إن شاء الله تعالى على المزارات الجمالية الجميلة لبهجة الأنظار ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة. إليك الكلمة الآن. طبعا مع بداية الاعتدال الجو تبدأ الحركة السياحية بالنشاط، يبدأ أيضا تدفق السياح إلى ولايات محافظة شمال الباطنة هنا بولاية صحار وأيضا بقية الولايات. الجيد أن المحافظة بها تنوع، بها أيضا ثراء في المواقع السياحية الجميلة، ثم أيضا سياحة الجبال، أيضا سياحة الأودية، السياحة أيضا البحرية والشواطئ، بالإضافة إلى الحدائق وكذلك أيضا المنتزهات. القطاع الفندقي طبعا سجل في الفترات المواسم الماضية نسبة أشغال عالية جدا، هذا العام أيضا يتوقع أن يسجل نسبة أشغال قد تكون هي أكثر من ذلك نظرا للتنوع والثراء الذي يتواجد أو توجد في ولاية صحار وأيضا جميع ولايات محافظة شمال الباطنة. وربما أن الإخوة أيضا في وزارة السياحة لديهم خطط، لديهم أيضا برامج تتعلق بعملية تطوير القطاع السياحي مواكبة للتطور أيضا المتسارع. هذا اللقاء الأخ حسن بن سليمان الجابري مدير إدارة السياحة بمحافظة شمال الباطنة. أخي حسن صباح الخير. صباح الخير أخي منصور، تسلم، جزاكم الله خير على هذه المبادرة. إن شاء الله بأتم قبل، ونحن في بداية سبتمبر نتوقع ازدياد عدد السواح التدفق من الإمارات أو دول أخرى إن شاء الله، وبدأ الجو في التحسن. حتى اليوم الصباح كان موسم جميل جدا، يعني الجو مغيم جزئيا، فنحن إن شاء الله باستعداد لاستقبال هذه الوفود السياحية في هذا الموسم. دعنا نطلع المشاهد على أبرز المواقع السياحية الجميلة في محافظة شمال الباطنة، نطلعهم أيضا على خططكم على برامجكم فيما يتعلق بعملية تطوير القطاع السياحي واستغلال المعطيات القائمة هنا في ولاية صحار وجميع ولايات المحافظة. نعم، طبعا محافظة شمال الباطنة أو المنطقة الإشرافية التي تشرف عليها إدارة السياحة بشمال الباطنة يضم 6 ولايات، شناص وولاية لوا وصحار صحم والخابورة والسويق. هذه الولايات الست الحمد لله رب العالمين في كل ولاية تزخر بكثير من التنوع، فعندنا الجبل موجود، عندنا الشواطئ، عندنا الأودية، وعندنا مختلف مناطق الجذب السياحي. فلو جينا على مدينة صحار أو ولاية صحار، من مناطق الجذب السياحي أو الوجهات السياحية لدى السائح عندنا مركز صحار الترفيهي، عندنا منتزه المنيال، عندنا حديقة اليوبيل الفضي، كذلك عندنا قلعة صحار، عندنا وادي الجزي، وادي حيبي، فتقريبا التنوع موجود. إذا نروح لولاية شناص عندنا منتزه القرم الطبيعي، في أشجار القرم متوفرة هناك، كذلك عندنا وادي رجمة، وادي فيض، في ولاية لوا وادي الزهيمي، وعندنا منطقة فزح اللي فيها شجرة الماشوة المشهورة. إذا نروح لصحم موجود منطقة ضويهر، منطقة جميلة جدا، الخابورة، وادي الحواسنة، وادي شافان، وفي مغامرة جديدة في السويق اللي هي مشايخ بني خروص لمحبي هواية قيادة سيارات في الرمول، كذلك موجود في ولاية السويق.
ما شاء الله أماكن كثير جيدة، كثير أيضا حلوة، السياحة فيها كثير ممتعة، وأكيد أنتم أيضا لديكم خطط، لديكم أيضا برامج فيما يتعلق بعملية تطوير هذه المواقع السياحية. نعم، الخطط موجودة إن شاء الله، ونحن نتطلع في الخطة الخمسية التاسعة. بلا شك وزارة السياحة أو القطاع السياحي هو أحد الروافد البديلة إن شاء الله للمصدر الدخل له والمصادر النفطية، فإن شاء الله الحكومة تسعى بتنويع هذه المصادر، فوزارة السياحة أو القطاع السياحي هو أحد الروافد إن شاء الله الرئيسية اللي راح ترفد هذا إن شاء الله الدخل القومي في السلطنة. فالبرامج موجودة ونحن نتأمل إن شاء الله، والبشائر إن شاء الله قادمة في مطلع الخطة الخمسية التاسعة 2016-2020 بإذن الله. طيب، من خلال أيضا تقييمكم وملاحظاتكم في الفترة الماضية، وين أفضل أكثر الأماكن اللي يفد إليها السياح؟ والله مدينة صحار ما شاء الله، بحكم انها موقعها الاستراتيجي هنا، البحر موجود ما شاء الله، شواطئ منظمة، الحدائق موجودة، وكذلك عندنا ميناء صحار فهو مصدر للسواح بحكم ان الاجانب موجودين هنا بكثرة، الشركات العملاقة موجودة، فصحار هي الوجهة السياحية في شمال الباطن ان شاء الله. كل التوفيق لكم اخي حسن الجاد. منصور تسمعنا اخي منصور؟ على هذا الإيضاح في هذا اللقاء. يا منصور تسمعني؟ هنا أيضا الأخ سعيد بن عبد الله الحامدي. شكرا. إذا أخوي منصور تسمعني بس؟ العلاقات العامة بفندق يعني شاطئ أخوي منصور تسمعني؟ نعم أخي العزيز. نعم أخوي منصور، يعني ما عليه، نعم عندك فقط يعني في دقيقة معينة كذا على السريع بسبب ضيق الوقت، يعني إحنا وصلنا خلاص للدقائق الأخيرة من عمر البرنامج، فعندك الكلمة في دقيقة فقط على وجه هو فقط فضلك. سؤال واحد. نعم تفضل تفضل طال عمرك. سؤال واحد فقط للأخ أيضا سعيد، تحدث عن القطاع الفندقي أيضا هنا في شمال الباطنة والحركة السياحية فيه. والله السياحة كويسة كانت هنا، والفندق يتميز أن على الشاطئ، فندق شاطئ صحار، والسواح اللي يقولون احنا من يعني دول اوروبيه، الحين في الوقت هذا بيدخل علينا الشتاء، وان شاء الله ساير انه تكون السواح على ولايه صحار وعلى خاصه في فندق شاطئ صحار بالتميز الله. اغلب السواح من وين بالضبط؟ والله يقولون من دول اوروبيه، زايد لما بيجي الشتاء من دول اوروبيه، في على طريقة القيض بيجي في القيض من الدول المجاورة، زايد من دول يعني من السلطنة. شكرا لك أخي سعيد. شكرا. تسمعني منصور؟ شكرا لك. إذن شكرا لزميلنا منصور السعدي، شكرا لك، شكرا على هذه التغطية المميزة، شكرا أيضا لطاقم العمل الموجودين معك، راح نكون إن شاء الله تعمل تواصلين معك كمراسل لنا في محافظة شمال الباطنة بولاياتها الست. شكرا جزيلا لك. شكرا لك يا منصور. احنا وصلنا للختام طبعا مشاهدي الاحبه المتابعين لبرنامج قهوه الصباح في المشوار الاول من هذه الرحله لقهوه الصباح في الدوره البرامجيه الجديده. شكرا للزملاء، شكرا لطاقم الاعداد، شكرا ايضا لسعيد الخروصي مقدم فقط الرياضه، راح تكون ان شاء الله تعالى معنا حاضر كل يوم ثلاثاء ان شاء الله. كل يوم ثلاثاء ان شاء الله نقدم فقره رياضيه كذا متنوعه وفيها الجديد والمفيد باذن الله. باذن الله تعالى. اذا مشاهدينا تابعوا لسعيد كل يوم ثلاثاء مع الفقره الرياضيه، وكذلك ايضا الفقره الصحافه راح تكون فقرة يومية ثابتة في برنامجنا مع عيسى الكعبي بإذن الله. سيف راح تكون فقرة يومية، وراح ناخذ فيها المشاهد الكريم في جولة كذا نقتطف من زهور الصحافة الأخبار. يعطيكم العافية، عجبتني هذا نقتطف من زهور الصحافة. شكرا لك، شكرا لسعيد، شكرا لعيسى، شكرا للجميع. مشاهدي الأحبة، غدا يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى مع برنامج قهوة الصباح. دمتم بخير ودامت عمننا تخطو مدارج الرفعة نحو ذرى المجد والعزة. إلى اللقاء.